السلام عليكم يا اخوان، اتمنى كل شيء يكون بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى بيس، قناة اللي تتم كل جديد يتعلق بمباراة التعليم. لكن شاور مراك تشرف شي نسيت دير ابوني تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، دير جيموش كومونتير كان عندك الساعة وخلي تحت كومونتير بلا كيدا نجاوبكم. لو على بركة الله. فوالا يا اخوان، كما تشوفوا الموضوع ديالنا اليوم هو موضوع جديد يتعلق بمباراة التعليم. كما شفنا البلاغ ديال مباراة التعليم او الاعلان عن مباراة التعليم، وجا مجموعة ديال النقطية جديدة وكاين واحد الاختلافات مع السنوات الفارطة. بالنسبة للحلقة الإخوان، راه غندويو على الاختلافات بين امتحان ديال السنة والسنوات الفارطة، الشروط كذلك تم فيها واحد التجديد، هادشي كامل غنشوفو في هذا الفيديو. المهم كما تشوفوا، هذا هو بلاغ وزارة التربية الوطنية. كما بداو قراو قال لك بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف أطر النظامية الأكاديمية، أطر تدريس الدعم الإداري وكذلك التربوي، يعني أساتذة أطر دوك كاملين، كاين واحد المستجدات تماشيا مع واحد القانون جديد سميتو قانون الإطار 51/17 اللي جاب قال لك باش يطبق الرؤية الاستراتيجية وغيرها. المهم حنا اللي تهمنا هما هادو، بخصوص مستجدات هذه السنة فيمكن حصرها في النقاط التالية: وضع إجراءات الانتقاء القبلي لاجتياز مباراة كتابية بناء على معايير موضوعية صارمة بغية ترسيخ انتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس. قال لك هادشي داروه الانتقاء باش تولي عند مهن التدريس جاذبية، تولي بحال صعيب باش توصل لها، فاهمين؟ وليو حتى الناس اللي عندهم نيفو كبير هو اللي عنده واحد الجاذبية، لأنه هو في عقله تيبان لا يتنافس مع واحد اللي قل منه زعما في النيفو، وقرا في مدرسة فلان فلانية ولا كان تيجي بالنقطة فلان، وغيتنافس مع واحد مثلا كان تيجي بواحد النقطة مهودة. داكشي علاش قال لك داروا هادشي على حساب ما قالوا هنا. قال لك هنا وضع انتقاء قبلي، كما تعرفوا 2016 كان الانتقاء، 2017 ما عرفش بالضبط، ولكن 2018 2019 2020 ما كانش انتقاء، هاد السنة رجعوا الانتقاء القبلي كما قالوا. كما تشوفوا شنو هما المعايير اللي ياخذوا باش يديروا هاد الانتقاء: الميزة المحصل عليها في البكالوريا شحال جبتي في باك، الميزة المحصل عليها في الإجازة شحال جبتي في الإجازة، شحال من سنة خدت لك باش تاخد الإجازة، واش 3 سنين واش 4 سنين واش 5 سنين وغيرها. هادو هما المعايير اللي يعتمدوا باش يديروا انتقاء قبلي، يعني قبل ما تدوز الامتحان الكتابي غيكون واحد الانتقاء، مش أي واحد دفع غيدوز. تاني حاجة الإخوان، قال لك تكتب واحد لا تخدم موتيفاسيون، اللي غندير عليها إن شاء الله فيديو كيفاش تكتب اون بون لا تخدم موتيفاسيون. الإخوان غنحاول ندير واحد المجهود ونعطيكم واحد المثال اللي يقدر أي واحد يكتبه. المهم كملوا كوثيقة إلزامية، ضروري تكتب هاد لا موتيفاسيون وتقول لها علاش أنت باغي دير المهنة اللي هي مدير التدريس، واش التجاد، شنو هما الدوافع ديالك. هي غتلعب دور في الانتقاء القبل كما قالوا هنا، التي يبدأ المترشح والمترشحات بخصوص مهن التدريس. ما تقولش لا شي حاجه اخرى، انت فين باغي توصل في الحياه، تقول لهم علاش باغي تمارس هذيك المهنه، شنو هو الشرف، شنو هي الدافعيه ديالك لديك المهنه. شي كامل اعفاء حامله الاجازه التربويه من مراحل الانتقاء. الناس اللي ما غيدوزوش مرحله الانتقاء هما الناس اللي عندهم اجازه في التربيه، اللي دعوا عليها الوزير في فيديوهات سابقه ودعوا عليها في برنامج اجازه في التربيه، اللي لحد الان باقيين قلال الناس ديالها، قلال اجازات في المغرب كاينين شي 7 البلايص، 7 لي فاك اللي فيهم هاد الاجازه، يتخرجوا تقريبا ما يقارب 1500 في السنه خريجين اللي عندهم الاجازه، والذين سيكون مقدارهم اجتياز الاختبار الكتابي بشكل مباشر، يعني ما يدوزوش مسطرة الانتقاء، يمشيو الكتابي مباشرة. ويروم هذا الإجراء لتشجيع مسار التكوين الطويل في 5 سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم. هادشي علاش داروا إخوان، باش الإنسان يعود يمشي ديال الإجازة في التربية 3 سنين ويجي تما غيقرا عام، يقدروا حتى التكوين يديروا اللي يديروا فيه عامين، الله أعلم. المهم حاليا عام، اذا يولي يقرا بحال 4 سنين، قاري 3 سنين مهن التدريس ويقرا هذيك عام يقرا فيها غير التخصص والامور اللي متعلقه بالتخصص، فقط الماده اللي غيدرس. الحاجه اللي ما عجبتش اغلبيه هي السن الاقصى لاجتياز مباراه التعليم اللي هو 30 سنه، في حين انه كان قبل 45 سنه. قال لك علاش؟ باش يجيبوا الشباب، هذه اول حاجه، بهدف ضمان التزام الدائم في خدمة المدرسة العمومية. مبغاوش هما شي وحدين يدوزو مثلا عنده 40 عام ولا هادي ويستافدو منه فقط غير 10 سنين، بغا شي وحدين يستافدو منه 30 عام يبقاو في المهنة. علاش؟ قال لك تنخسرو عليهم
فلوس، تكوين، مباراة، مجموعة ديال الأمور. إذا خاص حتى حنا نستافدوا منه كدولة. هادشي اللي قالوه هنا، والألجأ في تكوين مصاريم ومصاريم مهني. يعني أساسيدة واحد قرا 10 سنين ماشي بحال قرا 30 عام، تولي عندنا أساسيدة تكون عندهم واحد الخبرة كبيرة. وتشكل هذه الإجراءات محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف. يعني قال لك هادشي غير تغيير بسيط، فمازال هناك تجي واحد التغييرات اكثر كما شفنا. محطه اولى في مسلسل ارتقاء في التوظيف ودعم جاذبيه مهن التدريس. يعني هذه غير خطوه، ومستقبلا راه يكونوا شي خطوات اخرين ما عرفناهمش حنا تنتظروا. المهم اخوان، هذا ما كان بالنسبه للفيديو. اللي عنده تساؤل خليه تحت، بغى يشوف شي حاجه ما فهمتوهاش بخصوص الاعلان ولا اي حاجه خليه تحت في كومونتير، غندير لكم فيديو. ما تساوش جام باش يستافدوا اكبر عدد من الناس اخوان ويفهموا. كاين اللي مسكين ما فهمش، ولا هادي اول مره يدفع ما عارفش، ويجي مع هذا الجديد ما فهم والو. كاين اللي شي بريباري مسكين، وهادي الله يحسن العوان. المهم اخوان، كان معكم استاذ مصطفى رومي، كان تساؤل خليه لتحت ودير جيم باش توصل اكبر عدد من الناس. التوفيق للجميع، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.